الله سبحانه وتعالى لما شاف الإسلام من الاثنين وهم بقى ومسكه كده وتله للجبين، تله للجبين يعني تله، قلبوا على وشه بمشورة الولد، قالوا أنها بمشورة الولد، كان هيذبحوا كده، قالوا لا خلي وش تحت عشان ما تبصش ليه، قال لا بيساعده، قال لك ايه، فإبراهيم الذي ابتلي في شبابه بالإحراق في النار فنجح، يوم يبتلى في شيخوخته بابنه الوحيد ومش يموت منه، لا مش واحد تاني يقتله، لا مش هو اللي يقتله بوحي، لا هو اللي يقتله بمجرد رؤية. ايه ده؟ ومع ذلك ينجح في الايه؟ ومع ذلك ينجح في الابتلاء. يبقى ابراهيم كان امه ولا مش امه؟ ان ابراهيم كان امه. فلما اسلم وتله للجبين، ايه اللي حصل؟ بالله ما كانش يقول فلما اسلم الاثنين وتله للجبين كفى على وشه. ناديناه ان يا ابراهيم، استنى، هو كان يعني الاصول كده، لما اسلم وتله ناديناه، انما هو ناديناه دليل على ان النداء كان مصاحب للحركه، مش دي حصلت وبعدين دي حصلت. يا سلام، الله. وفديناه بذبح عظيم، ذبح يعني مذبوح، هو الكبش. وتركنا عليه في الاخرين، كل اللي يسمع دي يقول يا سلام، ده ابراهيم لو كان ذبح ابنه كانت بقت سنه ان يتقرب الانسان الى ربه بذبح ولده. يبقى انا لما اشوف كده ان ربنا عافاني من الحكايه دي وعافاك من الحكايه دي، يقول يا سلام على سيدنا ابراهيم، تسليمه حمانا من هذا من الموقف ده، يبقى نسلم عليه ولا ما نسلمش؟ سلام. سلام على ابراهيم، كذلك نجزي المحسنين.